خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 90 دولة. وزير الخارجية يؤكد أن المملكة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى. منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لضمان الحماية للملاحة الدولية في البحر الأحمر. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب تمسيتكم بالخير والمسرات. هذه نشرة المساء اقرأها على حضراتكم مستهل لها بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1439 للهجرة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه سنويا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، وهذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج بل ممتدة للتواصل مع المسلمين وتوحيدهم والعناية بهم والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيسة جمهورية سنغافورة. أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض، أكد أن المملكة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى. مبدأ المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله هو أننا لا نقبل أن يملى علينا أحد شيء، ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، كما أننا لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى. نعتقد أن ما قامت به كندا في إدخال صبيعة في شؤون المملكة أمر غير مقبول. نحن لا نتحدث عن الأمور الداخلية في كندا، نحن لا نحاول أن نفرض مبادئنا وقيمنا على أحد، ونحن نتقبل الحوار بين الدول ككل. المملكة العربية السعودية حصلت على دعم دول مجلس التعاون باستثناء دولة قطر، حصلت على دعم الجامعة العربية، على دعم منظمة التعاون الإسلامي، وهذه الثلاث منظمات تشكل ثلث البشرية. المملكة العربية السعودية ضمن منظومة عربية ومنظومة إسلامية كبيرة، وعلى كندا أن تفهم أن ما قامت به أمرا غير مقبول ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل غير مقبول للدول العربية وغير مقبول للعالم الإسلامي. وقال معاليه إن كندا أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة، كاشفا في الوقت ذاته عن حرص المملكة على مصلحة المواطنين السعوديين في كندا حيث يجري العمل على نقلهم إلى دول أخرى. الموضوع بدأ عندما غردت وزارة الخارجية وطلبت بالإفراج الفوري عن موقوفين سعوديين، استمرت بتغريدة من وزارة الخارجية الكندية ومن ثم تغريدة من السفير الكندي في المملكة العربية السعودية. هذا شيء غير مقبول. الأمر لا يتعلق بأمور حقوق إنسان أو بأمور حقوقيين، الأمر يتعلق بأمور أمن الدولة، كما أكدت عليه المملكة العربية السعودية عندما تمت الاحتجازات. المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو العهد الأمين حريصة جداً على المواطنين السعوديين، ولن تبخل في تقديم كل الدعم والمساعدات لهم في كل المجالات. بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء غرفة عمليات في السفارة السعودية في كندا وفي وزارة الخارجية لمراعاة مصالح السعوديين المتضررين في كندا ولتقديم كل المساعدة والدعم لهم في كل المجالات.
من جانبه قال الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الدكتور فهد التميمي إن الملحقية الصحية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذا لتوجيه المقام السامي الكريم. إلى ذلك تواصلت ردود الفعل المؤيدة لموقف المملكة الحازم تجاه التدخل الكندي في شؤونها الداخلية، حيث أكدت مصر تضامنها مع المملكة في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو محاولة المساس بسيادتها. أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية. بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 978,159 حاجا، بزيادة بلغت 61,505 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7%. وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 928,043 حاجا، وعبر البحر 9,382 حاجا، وعن طريق البر 40,734 حاجة. عقدت قيادة قوات أمن الحج اليوم مؤتمرها الصحفي الأول لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج لهذا العام، وذلك في مقر الأمن العام في ميناء، حيث بين اللواء زايد الطويان مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق مهام القوات الخاصة لأمن الطرق من بداية دخول الحجاج من جميع المنافذ حتى عودتهم لبلادهم سالمين. من مهام أمن الطرق رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف سير الدوريات ونقاط التهدئة والتأكد من التزام مرتادي الطرق وحملات الحج بتعليمات السلامة والأنظمة المرورية، استقبال الحجاج من مختلف المنافذ ومتابعة قوافلهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى الوصول لوجهتهم سواء الحرم المدني أو المكي الشريف، منع غير المقيمين ومن لا يحمل تصريح عمل أو حج من دخول العاصمة المقدسة وتطبيق النظام بحقهم، هذا ابتداء من 25/10 ومن 25 شوال من كل عام. فالمقيم الذي لا يحمل إقامته صادرة من غير العاصمة المقدسة أو لا يوجد لديه تصريح عمل أو تصريح حج لا يسمح له بالدخول. ضبط مخالفي التعليمات المنظمة للحج وتطبيق النظام في حقهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ضبط الناقلين، طبعا الناقلين مخالفي التعليمات المنظمة للحج، واستكمال إجراءات تسليمهم لهيئات الفصل في الجوازات، واستكمال إجراءات حجز مركبات ناقلي مخالف التعليمات المنظمة للحج وتسليمها لحجوزات الزملاء في المرور، منع الترجل أو تسرب المخالفين إلى عرفة في منطقة الوادي الأخضر ومنطقة جامعة أم القرى في اليوم التاسع، استقبال مخالفي التعليمات المنظمة للحج بمركز الإيواء وتبصيم وأخذ خصائصهم الحيوية من جميع الجهات الأمنية. من جهة أخرى، بيّن مدير عام ميناء جدة الإسلامية الكابتن عبد الله الزمعي أن العمل في الميناء يسير بأفضل صورة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تسمح الإمكانيات المتاحة بإنهاء إجراءات وصول أكثر من 800 حاج في الساعة. احنا في ميناء جدة الإسلام وضعنا خطة تضم كل الجهات العاملة في الميناء تضمن سلامة وسرعة وإنهاء إجراءات كل حجاج بيت الله الحرام وفق التوجيهات الكريمة، واللي سخر الميناء وكل الأجهزة الحكومية لخدمة الحجاج. تقريبا يعني احنا الطاقة اللي الآن بنتعامل معها تقول 800 حاج في الساعة تقريبا من خلال صالة. حقيقة جميع المرافق والتجهيزات اللي وفرتها حكومة خادم الحرمين في ميناء جدة الإسلامي لخدمة حجاج بيت الله الحرام تفي بالغرض والحمد لله. أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439-1440 للهجرة 2018 للميلاد، حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والسير قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439-1440 للهجرة 2018 للميلاد على النحو التالي: بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67% عن الربع المماثل من العام الماضي. بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. بلغ العجز في الربع الثاني 7361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439-1440 للهجرة 2018 للميلاد على النحو التالي: بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال سعودي. وتعليقا على النتائج المالية للربع الثاني، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدا معاليه أن وزارة المالية تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشار معاليه إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضا في الأداء الاقتصادي. دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دكتور يوسف العثيمين المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في البحر الأحمر والتصدي للقرصنة الحوثية. وأعرب في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع المندوبين الدائمين لبحث اعتداء ميليشيات الحوثي على ناقلتي نفط سعوديتين واستهداف حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر الذي عقد بمقر الأمانة العامة في جدة اليوم بطلب من المملكة، أعرب عن إدانة المنظمة بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي للملاحة الدولية. وأكد المجتمعون تضامنهم التام مع المملكة في الإجراءات الكافة التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها، مجددين دعمهم لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. وطالب المجتمعون بضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة وميناء الحديدة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن. الاعتداءات الحوثية لم تقتصر فقط على ناقلات النفط، وإنما بدأت في استهداف البقاع المقدسة في مكة المكرمة، وانعقد لهذا الغرض عدة اجتماعات على مستوى وزاري تم فيها إدانة شديدة للاعتداء على المقدسات في المملكة العربية السعودية وللحوثيين ومن يقف وراءهم ومدهم بالسلاح والعتاد والغطاء الإعلامي والسياسي. استكمالا لمسيرة المملكة في دعم العمل الإنساني والإغاثي، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني اليوم قافلة برية مكونة من 13 شاحنة تحمل على متنها 209 أطنان من التجهيزات والمحاليل 209 أطنان من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن مقدمة لجميع المحافظات اليمنية، وذلك من المقر الدائم للمركز شمال الرياض.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس التمور في مناطق أحبيل جباري والدريب وثلاعث والعقبة والحميرة العليا ودوقة والبجح في مدينة الضالع بمحافظة الضالع اليمنية، حيث تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز. من جهة أخرى، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ في جمهورية جيبوتي تقديم خدماتها الطبية للاجئين اليمنيين الذين يسكنون المخيم. في أخبارنا المحلية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور سمو نائبه في مقر الإمارة في جدة، دشن مبادرة حج ذكية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومساعدتهم على أداء مناسكهم بطريقة سلسة ومريحة. كما أطلق سمو مبادرة توحيد شعار مشغل الشبكات ليكون تحت اسم العالم في قلب المملكة. أكد أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية البدء في الخطوات التنفيذية لتكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مناطق ذكية، وأن يعمل الجميع على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقصدها. من جهته، أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواح أن مبادرة حج ذكي تقدم خدمات رقمية تضم أبرز التطبيقات التفاعلية والتي تتضمن تحديد مواقع المناسك ومساعدة الحاج على الاستفادة من التقنية في معرفة خطوات انتقاله بين المشاعر، فضلا عن إرشادات وأدلة تقنية وتطبيقية صحية. من جهة أخرى، التقى أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة اليوم معالي أمين محافظة جدة المعين حديثا الأستاذ صالح التركي، وهنأ الأمير خالد الفيصل التركي بالثقة الملكية سائلا الله له التوفيق والنجاح في المهام المكلة إليه، كما استعرض سموه خلال اللقاء خطط الأمانة المستقبلية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عصير اليوم مدير عام المبيعات بالإقليم الجنوبي المكلف صالح الغامدي وعددا من منسوب الخطوط السعودية في المنطقة، وتسلم الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء التقرير النصف سنوي الأول للخطوط السعودية في المنطقة للعام الحالي. التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم معالي أمين محافظة جدة صالح التركي بمناسبة تعيينه أمينا لمحافظة جدة، وهنأ الأمير مشعل بن ماجد التركي بالثقة الملكية بتعيينه أمينا لمحافظة جدة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله، واستعرض سموه خلال اللقاء الخطط المستقبلية لأمانة جدة. أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسم المستثمرين في المنطقة وباسمه عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على تحمل الدولة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية في منطقة نجران، وذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه اليوم مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة صالح آل مريح. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم السفير الهولندي لدى المملكة يوست رينتشتيس والوفد المرافق له، ورحب سموه بالسفير والوفد المرافق مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة وهولندا متمنيا له طيب الإقامة في المنطقة، وأجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم أعضاء الفريق الكشفي التطوعي في المنطقة المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام، وخلال اللقاء حث الأمير فيصل بن مشعل الفريق على ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كل خدمة لزوار بيت الله الحرام، والتي تعد شرف وواجب وطني يفتخر به الجميع، والتي تنعكس من مبادئ نبيلة تميز بها أبناء هذه البلاد المباركة، مشيرا سموه إلى أن الفريق عليه أن يكون عاكسا لقيم ومبادئ أبناء المنطقة وأخلاق النبيلة التي حثنا عليها ديننا الحنيف نحو خدمة حجاج بيت الله الحرام.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أمس بقصر أجا مشاريع المياه في المنطقة، واستمع السمو خلال التدشين لشرح من مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة حائل خالد الجمعان عن المشروعات وانعكاس تطور الخدمات على رضا المواطنين. ورفع سمو الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، موضحا أن حجم المشاريع هذا العام والعام المقبل يزيد عن 2,700,000,000. لا يسعني إلا أن أقدم الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حقيقة لحرصهم الدائم والدؤوب على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب، وكذلك تفعيل هذه الحوكمة حيث أن يكون الأداء راقي وعملي ويحاكي حقيقة الرؤية إن شاء الله وأطروحة المملكة المستقبلية. حقيقة اليوم نتعامل حنا في مشاريع في المنطقة بحجم حوالي 2,700,000,000. هذه المشاريع قائمة منها ما سيتم إن شاء الله في محورها السنة، ومنها ما هو مرتبط إن شاء الله كذلك في السنة القادمة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة توماذر الرماح والوفد المرافق. وبحث أمير المنطقة خلال اللقاء مع الدكتور الرماح والوفد المرافق لها مشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات المؤسسات الخيرية والأهلية وتأسيس المؤسسات غير الربحية ودعم إنشاء الجمعيات الأهلية، وكذا سمو حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص من دعم واهتمام. وفي سياق متصل، عقد أمير منطقة الحدود الشمالية اجتماعا مع معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح بمشاركة مركز الإنجاز والتدخل السريع. وبحث الأمير فيصل بن خالد مقترح الخطة التنموية الشاملة لمنطقة الحدود الشمالية المنبثقة من برنامج التنمية الاجتماعية للمناطق وفق المؤشرات التنموية للمنطقة، ومنها نسبة البطالة ونسبة التوطين وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما بحث سمو 14 مبادرة تنموية يتم تنفيذها بإشراف إمارة منطقة الحدود الشمالية وبمشاركة عدد من الوزارات. من جانب آخر، رعى أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل تكريم المبادرين والفرق التطوعية في المنطقة الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بعرعر. وأشاد سمو خلال الحفل بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون في المنطقة، حيث يعكس الصورة الحقيقية لحب العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات، مؤكدا أهمية العمل التطوعي في إيجاد عملية تنموية مستدامة تستثمر الجهود كافة لصناعة أثر اجتماعي مستدام وفق ما تطمح له رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وفي الختام كرم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الفرق التطوعية المتميزة في المنطقة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم وكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع المهندس نايف السعيد والمشرف العام على التجهيزات بوزارة الصحة المهندس عبد الله الشهراني والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا. واطلع السمو خلال اللقاء على تقرير مفصل حول المشاريع الصحية في المنطقة، مشددا على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لإنجاز العمل بالمشاريع الصحية وإنجازها في أسرع وقت ممكن.
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم المشاعر المقدسة واطلع ميدانيا على الخدمات التي سيتم تقديمها لضيوف الرحمن، كما وقف على المشاريع التي نفذتها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر وستتم الاستفادة منها خلال موسم حج العام الحالي. واطلع الأمير عبد الله بن بندر على التجهيزات والخدمات المقدمة للحجاج في مختلف المشاعر المقدسة والانتهاء من تجهيز المخيمات وأجهزة التكييف وكافة الشبكات المختلفة للمياه والكهرباء، إضافة إلى المرور على كل المنافذ المؤدية إلى مشعر منى. انطلقت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس فعالية حكاية مسك بتنظيم من مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب المبدعين الذين يمثلون مختلف مناطق المملكة. حكاية مسك بأقسام مبتكرة وإبداعات سعودية وبمشاركة نخبة من المبدعين الشباب، انطلقت فعاليات حكاية مسك والتي تهدف إلى تشجيع الشباب السعودي ومساعدتهم على اكتشاف وتمكين قدراتهم في مجالات إبداعية متعددة. كلنا شباب سعوديين موجودين مع بعض، استخدمنا محرك ألعاب اسمه يونيتي، لغة البرمجة كانت سي شارب، وكان عندنا 3D موديلينج ورسامين والأمور هذه، والحمد لله النتيجة زي ما انتم شايفينها، وان شاء الله خلال اسبوعين حيكون في نسخة بيتا ان شاء الله موجودة على الستورز بإذن الله تعالى. وتبرز الفعالية العديد من المشاريع الشبابية الناجحة في مسارات عدة، من أبرزها الإنتاج والإنيميشن والكتابة والمسرح، كما يتعرف الزائر على خفايا صناعة المشاهد في السينما والاستفادة من تجارب المخرجين العالميين. شدني في هالمعرض ما شاء الله ورش العمل اللي موجودة، فحبيت أني أنقي من بين ورش العمل اللي هو ورشة عمل الأنيميشن، بحيث بحكم أني مريت على تقريبا الفن التشكيلي كامل من الديجيتال آرت من أقسامها كلها، فحبيت أني اليوم أخذ ورشة عمل عن الأنيميشن لأنها حتعطي لي طابع جديد أو خط جديد ممكن أنا أمشي فيه مستقبلا. وتسهم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية في دعم التوجه التنموي للمملكة والقائم على بناء المجتمع في ظل رؤية المملكة 2030. لقناة السعودية هنية الدوسري، الرياض. نفذت وزارة الداخلية اليوم في منطقة مكة المكرمة حكم القتل والصلب بالجاني إلياس أبو الكلام جمال الدين ميرماري الجنسية، وذلك لإقدامه على قتل نبين شوناس راج الإسلام برموية الجنسية، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ما أدى لوفاتها بعد انتهاك حرمة منزلها وإطلاق النار فيه وسلب ذهبها وبيعه وانتهاك حرمة منزلين وتهجمه على أصحابهما والسرقة منهما وإطلاق النار والشروع في قتل لصاحب أحد المنزلين والشروع في اغتصاب امرأة وسرقة السلاح وذخيرته المستخدمة في جرائمه. مشاهدينا الكرام، نشرة المساء انتهت، بقي تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 90 دولة. وزير الخارجية يؤكد أن المملكة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى. منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لضمان الحماية للملاحة الدولية في البحر الأحمر. لكم من الشكر أزله مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم.